السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان طريقة مفيدة جدا لتقسيم الدوائر إلى أجزاء متساوية مع إمكانية إدخال عدد الأجزاء، وهذا على برنامج الأوتوكاد. سنستعين في هذا الشرح بليسب مفيد جدا. أولا نقوم باستيراد الليسب إلى برنامج الأوتوكاد. نأتي إلى تولز، نذهب إلى لود أبليكيشن، نذهب إلى سطح المكتب. هذا هو الليسب، ستجدون رابطه أسفل الفيديو. أختار لود، لود أونف، كلوز، ثم أقوم بعمل بعض الدوائر، سيركل مثلا 10 هكذا، ثم أقوم بعمل كوبي لها سي أو من هنا إلى هنا ثم إلى هنا. الآن أبدأ بتطبيق هذا الشرح على هذه الدوائر. أبدأ بالدائرة الأولى، أستدعي الليسب عن طريق الأمر الخاص به وهو CBRK إنتر، أختار الدائرة، أضغط إنتر. الآن أقوم بإدخال عدد الأجزاء، مثلا أبدأ بستة، أضغط إنتر. تلاحظون تم تقسيم هذه الدائرة إلى ستة أجزاء، تلاحظون كل جزء منفصل. أوكي، ننتقل إلى الدائرة الثانية، نفس الشيء، أضغط إنتر، أختار الدائرة، إنتر، أختار عدد الأجزاء، مثلا أقوم بإدخال مثلا 20، إنتر. تلاحظون تم تقسيم هذه الدائرة إلى 20 جزء بالتساوي. أنتقل إلى الدائرة الأخيرة، أتي إلى هنا، أقوم بإدخال نفس الأمر CBRK، إنتر، أختار الدائرة وأضغط إنتر، مثلا أقوم بتقسيمه إلى 10 أجزاء متساوية. أقوم بإدخال القيمة 10 وأضغط إنتر. تلاحظون تم تقسيم هذه الدائرة إلى 10 أجزاء متساوية. الآن سأقوم بالتأكد من أن هذه القطع متساوية. أقوم بعمل بي أو، معناها باوندري، بي أو، إنتر، بيك بوينت، مثلا هذا الجزء وهذا الجزء هكذا، إنتر. أبدأ بهذا الجزء، أختاره، أقوم بعمل ليست الأس، إنتر. تلاحظون هنا هذه هي المساحة، كليك يمين، كوبي، أقوم بعمل كنترول في، كنترول في، أقوم بوضعها هنا. أختار جزء آخر مثلا هذا الجزء، أقوم بعمل ليست، إنتر، أريا، كليك يمين، كوبي، أقوم بعمل كنترول في وأقوم بوضعه هنا. أقوم بعمل بي أو، إنتر، مثلا هذا الجزء، أختاره، الأس، إنتر، أريا، كليك يمين، كوبي، كنترول في، وأقوم بوضعه هنا. تلاحظون أن جميع هذه الأجزاء هي ذات مساحة موحدة. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.